بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. إن شاء الله هنواصل بعد المحاضرة السابقة اللي حاولنا فيها نعمل تغطية لكل الأجزاء الدرس قبل التوقف للإجازة الطويلة بتاعت كورونا دي. هنواصل الآن اليوم إن شاء الله، وحنواصل بجزء مهم جدا في التطبيقات اللي بيساعد فيها الماتلاب، اللي هو الجبرا اناليسيس. احنا متفقين انه ماتريكس لابراتوري او الماتلاب is an essential package for engineers. ليه؟ لانه يعني always very easy to use، يعني mathematical functions and mathematical equations and to solve it without يعني exerting more أو big effort. فده واحد من الحياة المخلية الماتلاب تطبيق مفضل ومفضل جدا للمهندسين. احنا نحاول نثبت دي أو نأكد على دي من خلال يعني إلقاء النظرة على بعض المواضيع المهمة جدا في الرياضيات اللي التعامل معها اليدوي بياخد زمن طويل جدا ويقود الى اخطاء طبعا كثيرة جدا. هنأكد عليها من خلال ان شاء الله امثلتنا وكذا. فنبدأ بالجبر اناليسيس. الجبر اناليسيس معنية بيها شغل كبير بيقوم بيه الماتلاب. عنده يعني تول بوكسز بتساعد في كثير جدا من العمليات الجبرية. lot of algebraic or symbolic calculations. lot of algebraic and symbolic calculations can be carried out زي الفاكتورينج والبولينوميال اناليسيز والسولفينج اوف algebraic equations زي الاكسباندينج زي السمبليفاينج وكده، يعني اشياء عديدة نحن نحسمها بالماتلاب بسهولة شديدة. يعني بنحتاج عشان نتأكد انه الماتلاب بتاعنا equipped بالtools المناسبة والsymbolic mass toolbox هل هي installed in our system or not، بنحتاج بس نعمل check. والمسألة دي بس بالhelp، يعني من الhelp ان احنا نقدر نعمل check ان الموجودة ولا لا. و in order to be able to perform symbolic computations there should be some reserved word or declarations to be started with before proceeding with these calculations. شنو يعني مفروض to use او to declare ال variables بتاعتنا على اساس انها algebraic او systematic variables. يعني احنا لو دارنا نشتغل على x y مثلا، الجبرة كلها عبارة عن x y، x y تربيع x y كل العمليات اللي بتتم في الجبرة بتتم على variables normally احنا بنسميها x y z. وبالتالي لما نيجي نشتغل في الماتلاب على الجبرة احنا مهم جدا اننا نعرف انه variables بتاعتنا هي من النوع السيستماتيك او الجبريك. فبنستخدم الكلمة المحجوزة SYMS اللي هي اختصار ل systems، ودي اللي بتساعدنا to declare the variables او نعلن عن ال variables اللي نحن مخططين انه نستخدمها. ما كتبناها ال variables دي بتكون variables عادية ما جبرية، وبالتالي ما بنقدر نشتغل الشغل لحد يعني. However other many other algebraic operations are also available بجانب الفاكتورينج والبولينوميالز وكذا. في اشياء كثيرة منها مثلا الكالكولوس، نحن نقدر نشتغل في الكالكولوس. الكالكولوس اللي هو التفاضل والتكامل، علم الحسبان. السيمبليفيكيشن عملية بتاعت التبسيط الجبري. solution of equations الحل المعادلات. integral transforms التحولات المتكاملة. symbolic operations عمليات الرمزية. logical operations special functions. trigonometric functions اللي هي الدوائر المثلثية والدوائر الخاصة إلى آخره يعني. and many others. all these together are يعني available in the platform of MATLAB to be
handled and to be operated. ودي واحدة من الحاجات المفيدة اللي هنشوفها إن شاء الله في الأمثلة. عشان نبدأ بقوة في الجبر. Let us start with consideration of the simplification process. يعني التبسيط الجبري أو العمليات المختلفة المتعلقة بالتبسيط الجبري. في التبسيط الجبري نحن ممكن نلقى عندنا, خلينا نتكلم عنه أول حاجة, to consider the following series of commands اللي هي sims دي من علم بها, expand اللي هو فك الحدود أو فك المعادلة الجبرية, factor جيب المعاملات, simplify تبسط, and collect. نعرف مثلا x y كمتغيرات جبرية أو متغيرات نظامية يمكن تستخدم في منظومة الجبرية بالكلمة المحجوزة سميناها أو ذكرناها قبلك s y m s. نكتب s y m s space x space y إن شاء الله 10. المهم الفرق بيناتهم أو يفرغوا من بعضهم البعض بالسبيس زي ما هنشوف. لاحظ معادلة إنه A, لو كتبنا معادلة إنه A تساوي X minus Y غوص X minus Y مضروب في غوص تاني X minus Y, الغوص ذاته مرفوع to the power 2, يعني X minus Y في X minus Y الغوص تربيع. دي طبعا متوقع إنه في الجبر أنا ببسطها بعملها X minus Y الغوص تكعيب. طبعا لو جيت قلت لي expand A, expand A يعني فرتقة وادينا ابسط صوره لها, هتيجي تلقاه يديك لها, ممكن نستخدم سوري expand A وfactor B اللي هنجيب المعاملات وsimplify. دي امثله احنا اخترناها, simplify x cube minus y cube مقسومه على x minus y, لان نشوف هذه الاشياء عمليا. فتلاحظ هنا بدينا دي مأخوذة من ماتلاب, بدينا بتعريف المتغيرين x y sims x y, ونعتبر a تساوي x minus y مضروبة في x minus y الغوص مرفوع لاثنين تربيع, وطبعا لأنه ما عملنا سيمي كولن ولا كده هو طوال هيجيب لنا النتيجة. فلاحظ النتيجة جاوب لنا x minus y الكل شنو تكعيب, يعني دمجهم مع بعضهم البعض وأدانا مباشرة هذه القيمة. دارين نعمل expand ل a, a هي عبارة عن x minus y الكل تربيع, expand يعني معناها فرتقة الغوصين, وجيب لنا الحل أو الصورة المفككة لهذه المعادلة الجبرية أو لهذه المعادلة. ف b بتساوي expand هي الدالة اللي بستخدمها عشان أعبر expansion ل a, وبالتالي b بتساوي, لاحظ فكالينا x ترب x تكعيب minus 3x square y زائد 3xy square ناقص y تكعيب. يعني ده انت لو مش قادر تفكها بيدينك هتضطر تضرب الاثنين اللي فوق ديل x في 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 x تربيع اللي هنا عشان تجيك x تكعيب, و x في 2x, ومعها يعني لازم تخط المعادلتين ديل وتفرتقها بالضرب المباشر, ضرب الاغواص مع بعضها البعض. فايت تيكس تايم منك, لكن هنا اكسباند ويل سولف ذا بروبلم. لو دعنا نشوف المعاملات بتاعت بي هي عباره عن المفكوك بتاع A, فانا ممكن اجيب فاكتور اوف بي او فاكتور اوف A ما بيفرق, الاثنين المعادلتين ديل واحد, دي يعني ملمومه ودي مفكوكه. فأنا ممكن أقول له C تساوي factor of B, وبالتالي بديني C تساوي X minus 1 X minus 1 X minus 1, دي الثلاثة معاملات, لأن هي أصلا في الأصل هي أنت لو شايفها هنا عبارة عن X minus Y الكل تكعيب, فهو عبارة عن جذر واحد لكن مكرر ثلاثة مرات, لأنه طالما تكعيب جذر تكعيب يعني. يبقى عندنا ثلاثة جذور X minus Y X minus Y X minus Y. في دي دارين نعمل simplification للمعادلة دي, يعني simplification اللي هو تبسيط, يعني x تكعيب minus y تكعيب x تكعيب minus y تكعيب, دارين نقسمها على x minus y, فطوالي بطلع لنا الباقي أو حصل القسمة اللي هو x تربيع زائد x في y زائد x زائد y تربيع, اللي هي دي هنا انت ممكن تطلع منها x minus y x minus y بر الغوص, بتشيل لك
تختصر لك مع دي، وبعدك جوا بيفضل لك x ماينس y تربيع x تربيع ماينس. ما انت لما تشيل x ماينس y هنا من دي بتفضل هنا x تربيع ناقص y تربيع، فده بتتفك لنا x تربيع ماينس زائد x y زائد كده. فهي الحقيقة المسألة بتاعت قسمة يعني واضحة. طيب بنتكلم عن how to solve equations، حل المعادلات. حل المعادلات يعني المعادلة عندها طرفين وفيها متغيرات، ده نعرف قيمة المتغيرات دي بنسميه حل المعادلات. solving equations involve variables with solve or F0 tools. يعني نستخدم كلمة محجوزة أو ده اللي اسمها solve أو F0، ده الاثنين نحن ممكن نستخدمها. نحن هنستخدم الآن only solve. For example, to find solution for the quadratic equation x. Quadratic equation يعني معادلة ثنائية، يعني معادلة من الدرجة الثانية لأنه فيها x تربيع. X square minus 2x minus 4 equals 0. دي معادلة أنا داري أجيب قيمة x فيها، فدي نحن بنضطر نحللها ونجيب المعاملات الأولية، وبعد ذلك نجي نعرف قيمة قيمة x اللي هي طالما هي تربيع بيكون عندها قيمتين ممكن يحقق المعادلة. في حالة زي ده أنا بكتب في الماتلاب طوالي solve المعادلة solve طوالي، وبخط المعادلة دي من قوسين x to the power 2 minus 2 time x minus 4 equal 0. دي المعادلة من قوسين. طبعا احنا بنستخدم equal وليس equal معناها التساوي، equal معناه يساوي، وequal التساوي. انا ام checking now انه هل الطرف الايسر يساوي الطرف الايمن بيسولف، بستخدم اللوجيكال اوبريتر دبل equal. لكن لو دار اقول 5 تساوي 5 تساوي 3 زائد 2 يبقى معناه انا بقول هنا الطرفين ديل متساويين، دي حقيقة مقررة يعني. طيب solve x square minus 2x minus 4 equal 0. بنستخدم الكلمة المحجوزة هولف اللي هي دي الدالة اللي بتعمل لنا solvation. شوف طوالي مباشرة هي بتدينا النتيجة، ما لا محتاج انا احلل لقوسين واجيب العوامل ولا كده. او نستخدم النتيجة نخطها في شكل فيكتور اللي هو مكون من عنصرين x y. ممكن النتيجة نحطها في فيكتور زي ده، ديك في الأولى ما محتاجين لها لأنه x هي قيمة واحدة، هي عندنا variable واحد، لكن عندنا two variables أنا داير لكل واحد قيمه اللي بتحقق المعادلة اللي هي x y. فأنا بقول له يعتبر أنه عندنا x, y ده فيكتور بيساوي ناتج حل المعادلتين ديل solve 2x minus y equal 4 x plus y equal 5. لاحظ المعادلتين آنيتين، معادلتين في two variables، واحدة x والثانية y. فأنا داير القيم اللي بتحقق المعادلتين ديل اللي هو ده بسموه المعادلات الآنية أو الحل الآني، قيم x y اللي بيحققن المعادلتين ديل معا، حل الآني. فthis is يعني very simple and very easy way to solve equations. ممكن نستخدم SX و SY يعني شبيهة بدي، ودي برضو معادلتين عنيتين X square plus X time Y زائد Y equal 3 X square minus 4 time X زائد Y equal 3. يعني هنا عندنا معادلتين من الدرجة الثانية، دي كانت من الدرجة الأولى، دي معادلتين من الدرجة الثانية وبرضو ممكن يحل عنيا. لاحظين الحل x عنده قيمتين all through، y عنده قيمتين، وده كله هنشوف بعدين كيف. لو جينا نطبق المسألة دي هنا في الجزء الأول اللي هو كنا بنتكلم فيه عن الحل الآني، عن الحل للمعادلة xy solve المعادلة x تربيع ناقص 5x زائد 6 تساوي 0، بقول لك الانسر طوالي 2 3. يعني x لأنها دي quadratic equation من الدرجة الثانية عندها قيمتين لx اللي هم 2 3 بيحقق لنا هذه المعادلة. الجزء الثاني دارينا نحل المعادلتين الآنيتين 2x minus y equal 4 و x plus y equal 5
اول ما ندي انتر بيقول لنا اكس بتساوي 3 واي شنو بتساوي 2. جاب من وين قيمه اكس واي؟ لان انا قلت لي عندنا مصفوفه او عندنا فيكتور عباره عن عنصرين، واحد اكس واحد واي، فالناتج من قيمه اكس خزينه لي في اكس وقيمه واي خزينه لي في الفيكتور ده، فهيبقى الفيكتور ده عباره عن اكس واي كل واحد عنده قيمته اللي هي 3 و 2. برضو ممكن نستخدم المعادلة من الدرجة الثانية x سكوير بلس x تايمز y زائد y equal equal 3. دي المعادلة الأولى. المعادلة الثانية x سكوير minus 4x بلس 3 equal equal 0. استخدمنا كلمة solve برضو، لكن المرة دي قلنا له اعتبر s x و s y يعني solution ل x و solution ل y، لأنه حيكون عندنا قيمتين ل x وطالما x وقيمتين لواي عشان يحقق المعادلة، لأنه هنا في حاصل بتاع ضرب، في قيمتين لإكس وفي قيمتين لواي، ما زي دي قيمة واحدة لإكس وقيمة واحدة لواي، دي لأنها إكس من الدرجة الثانية، لأنه إكس من الدرجة الثانية، أو المعادلة عموما من الدرجة الثانية، فبيعتبر إنه في سوليوشن أو حل لاثنين معا. هنا قال لنا سوليوشن أوف إكس أو السيستم إكس هي عبارة عن 1 في 3 والسيستم واي هي عبارة عن 1 ماينس 1 ان هاف 3 على 2 اللي هي 1.5. فهنا نلاحظ انه solves بتساعدنا في حل هذه الانظمة المختلفة. دارين ننتقل الان لجزء مهم جدا اللي هو linear system equations. linear system equations اللي هي المعادلات الـ يعني الخطية، معادلات ما تسمى المعادلات الخطية اللي هي ممكن تكون أكثر من معادلة مرتبطة مع بعضها البعض. System equation can easily solve using matrix operation. Suppose A is a non-singular n by n matrix. ممكن يكون عندنا A دي عبارة عن n by n مربعة، matrix مربعة أو غير ذلك، يعني n by n matrix. B is a column vector of length n، لازم يكون مساوي ل n، لان نحن في الشكل في اوبريشن بتاعت المصفوفات دي عندنا شروط دائما، لما تيجي تضرب لما تيجي تقسيم عندنا شروط للدايمنشن بتاع الماتريسز اللي انت بتجري عليها العمليات. then typing a x equal اللي هو x المجهول يساوي a على b numerical then typing x equal a slash b numerically computes the unique solution to the equation a asterisk x equal b. نحن بنقول a مضروبة في x بتساوي b، ده system، ده numerical system. لو ده يجيب قيمة x، a ممكن تكون معلومة و b ممكن تكون معلومة، لو ده يجيب قيمة x ده ما معادلة عادية، انا اقول والله x تساوي b على a، انما دي matrix وده فيكتور والناتج عبارة عن ماتريكس أو فيكتور اللي هو بي. فأنا لو عارف قيم A و B أستطيع أن أحسب قيم X من المعادلة الفوق اللي هو X تساوي A الماتريكس A مقسومة على الفيكتور B، أو الفيكتور B حقيقة مقسوم على الماتريكس A لأنه ده باك سلاش وليس سلاش. القصة دي بنمشي فيها بخطوات، يعني مثلا ناخذ المثال solve symbolically the system of linear equations. لو عندنا ثلاثة معادلات خطية اللي هي 3x زائد y زائد 5z زائد 4y زائد 5z تساوي 2، 2x minus 3y زائد 7z تساوي 1 minus 1، x minus 6y زائد z تساوي 3. دايرين to solve these 3 symbolic 3 or linear equations symbolically، يعني باستخدام الرموز. طيب الموضوع بنمشي فيه بخطوات. الـ solution will start by extracting three matrices elements. هنطلع ثلاثة matrix من الثلاثة معادلات دي. الماتريكة الأولى هي A. A عبارة عن 3 by 3 matrix represents the coefficients اللي هي دي الـ known parameters. coefficient بتاع ثلاثة يعني variables. X عندها معاملات، Y عندها معاملات، وZ عندها معاملات. بما إنهم هم ثلاثة معاملات في ثلاثة معادلات، فحيبقى ثلاثة في ثلاثة تبقى تسعة، تسعة عناصر. 3 by 3 matrix represents the coefficient
الهيدن نمبر اوف ذا فاريبلز اكس واي زد. دي الخطوه الاولى بنطلع الماتريكس دي. الخطوه الثانيه بنطلع اكس وهي عباره عن 3 باي 1 ماتريكس او فيرتيكال فيكتور. ما تنسى قصه 3 باي 1 دي لانه لو عملتها 1 باي 3 هتبقى هي عباره عن كولوم عباره عن رو واحد فيه 3 كولومز، لكن احنا لما نتكلم عن 3 روز في 1 كولوم ده بنسميها فيرتيكال فيكتور. وهي بالنسبه لنا مهمه الدايمنشن ده لانه الفوق اي عباره عن 3 باي 3، فلو دار نعمل معاها لو دار نعمل عمليات على ال على الماتريسز دي لازم نراعي الدايمنشنز، هل 3 باي 3 بتنضرب في 3 باي 1 ولا 1 باي 3؟ ده سؤال لازم نحن نحطه في بالنا، والشروط والقسمه برضو حطها في بالنا والشروط. الحاجه الثالثه اللي هي بي اي اكس بي، بي هي عباره 3 باي 1 ماتريكس اللي هو برضو فيرتيكال فيكتور، ريبريزنت ذا 3 نون فاليوز اوف ذا رايت هاند سايد اوف ذا ايكويشن. الطرف الايمن من المعادله في كل هو عباره عن الرقم، الرقم ده كولم عباره عن فيكتور، بيديني كولم فيكتور او فيرتيكال فيكتور، مره 2 ومره ناقص 3 ومره 1، المهم هو عباره عن عمود. Then the linear systems can be represented by the following equation. يعني a اللي قعدنا ممكن نبنيها كالاتي: a تايم x equal b. لاحظ خدنا الثلاثه معاملات ل x y z في كل معادله 3 4 5 برضو x 2 ماينس 3 وهكذا، 9 عناصر دي جبناها من معاملات x y z في الثلاثه معادلات مضروبه في x y z، يعني كل واحد من ديل كل واحد من 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 ديل عباره عن مضروب في x وده مضروب في y وده مضروب في z. يعني احنا عشان كده خدتنا ان a مضروبه في x، x a عباره عن 3 باي 3، x عباره عن 3 باي 1. ما تنسى ان vertical column ما رو بتساوي لنا الحد الايمن من المعادله او الطرف الايمن من المعادله اللي هو عباره عن القيم الثابته 2 وناقص 1 و3، فبقت a تساوي المعادله a تايم x تساوي b، a تايم x، a تايم x تساوي شنو؟ b. انا الان حولت اللينير سيستم ده حولته لماتريكس سيستم، وبعد ذلك ممكن نجي نعمل السوليوشن بسهوله زي 4 اكس. لو ده يجيب قيمه اكس اللي هي عباره عن فيكتور فيه ثلاثه عناصر، قيمه لاكس وقيمه لواي وقيمه لزد او الفاريبلز الثلاثه. زين ذا سوليوشن از فيري سمبل، هيكون الحل سهل جدا بالنسبه لنا، وببساطه شديده ان احنا بنكتب القصه دي في الماتلاب بسطر واحد والثاني بيجيب لنا النتيجه. السطر الاول كتبت فيه هو الماتريكس A عباره عن 3 4 5 2 ناقص 3 7 1 ناقص 3 6 اللي هي 9 عناصر بتاعت A، B معلومه برضه 2 ماينس 1 3، بقى الناقص عندنا هو X، وانا X هنا رمزت لها ب S، و S هنا اختصار لسوليوشن، سوليوشن فيكتور فور ذا 3 فاليوز X Y Z. طبعا ده تعليق، التعليق بيبدا ببرسنت وبيكون بالاخضر، ما بيدي ما بيصغر ما بيصغر اي حاجه. فطوالي من جد ما قلت لي S تساوي A باك سلاش B، طوالي اخذت لي S تساوي القيمه دي والقيمه دي والقيمه دي، دي الX دي القيمه اللي بتحقق السيستم ده من X، ودي قيمة Y اللي بتحقق السيستم، ودي قيمة Z. فده بسموه نحن linear system linear system equation solution. فنحن الآن عملنا شغل افتكر بسهولة شديدة، لكن حللنا مشكلة كبيرة كنا لو دلنا عملها مانيوال هتكون مليئة بالتعقيدات. برضه القصة دي ممكن نعملها بسهولة إذا نحن مثلا اعتبرنا إنه A و B دي الجيفن بالنسبة لنا، A معروفة وهذه B معروفة، في ده اللي اسمها لين سولف، لينير سولف يعني لينير سولف. لو خدتنا لينير سولف A كوما B طوالي بيطلع لنا قيم الثلاثة عناصر X Y Z للمعادلة أو للمنظومة الجبرية أو المنظومة الخطية الجبرية linear system. وده ممكن يفيد جدا في شغل المعادلات الخطية في الكهرباء، في المعادلات الخطية شغل الالكترونكس، في الميكانيكال، linear الجبر كله ممكن يكون فيه يعني فوائد كبيرة جدا من خلال هذه الجزئية البسيطة.
الجزء الثاني داير انا حقيقة ماشي بسرعة لان المحاضرة دي هقسمها على جزئين. الجزء ده نظري همشي فيه بسرعة وهنهي التسجيل عليه وبعدين هفتح تسجيل ثاني ناخد شوية حاجات من الماتلاب مباشرة. يعني عندنا زي 14 مثال هنحاول نغطيهم برضو بتسجيل مكمل لهذه المحاضرة. الجزء الثاني نتكلم فيه على البولينوميال سيستمز اناليسيس. شنو يعني بولينوميال؟ متعددات الحدود. متعددات الحدود يعني سيريز الطويلة من المعادلات ذات الحدود المتعددة يعني يسموها البولينوميال سيستم. بولينوميال اناليسيس ار ايزلي بيرفورمد يوزنج ديفرنت الجبريك فانكشنز ان ماتلاب. يعني في الماتلاب عندنا دوال خاصة للبولينوميال سيستمز منها كونف. كونف تستخدم للضرب، ضرب المتعددات الحدود في بعضها البعض، ودي كونف عكسها تستخدم للقسمة. روتس بيجيب لنا يعني انت لو قدرت تجيب الجذر جذور اللي معادلة من الدرجة الثانية من الثالثة براك ممكن تحليلها بيدك، لكن لو اديناك معادلة من الدرجة ال 12 ولا 16 ولا ال 20 ولا تجيب لك جذور انت حتجيب ما حتقدر تمشي ولا خطوة لقدام. فالروتس دي بتجيب لنا الجذور والمعاملات الخاصة يعني أنظمة متعددة الحدود أو بولينوميال سيستمز. البولي ديريفيتيف، البولي ديريفيتيف اللي هي بنستخدمها عشان نجيب بيها معادلات التفاضل أو المشتقات بتاعت البولينوميال سيستمز، وفي حاجات أخرى هنشوفها. This is done by arranging the polynomial in descending power of the variable. يعني بالنسبة لنا مهم جدا very important إنك أنت تكتب المعادلة تكتبها مرتبة تصاعديا، الحقيقة مش تصاعديا، تنازليا، descending ascending يعني ماشي لأعلى من الباور صفر للفاريبل، من x باور 0 ل x باور n حد أعلى باور عندك. لكن احنا بنتكلم عن descending ونبدأ من أعلى. يعني مثلا لو عندي معادلة فيها خمسة حدود فيها حد خالي من المتغير اللي هو الحد المطلق، معناها عندي أربع حدود. الأربع حدود دي أنا برتبها المفروض تكون مرتبة من x to the power 4 والبعده x to the power 3 x to the power 2 x 1 وبعدك x 0 اللي هو ده الحد المطلق. فيبقى هنا this is done by arranging the polynomial descending power، يكون هنا بالنسبة لنا متنازل من أعلى إلى أسفل. then create a vector of the parameters. هتبقى إذا رتبناها كده هتبقى المعاملات هي عبارة عن حدود، يعني ترمز عبارة عن فيكتور للمعاملات، والاكسس دي كلها بالنسبة لنا ثابتة. يعني أي معادلة معاملة ناقص 3 اكس تربيع أنا ما محتاج لاكس تربيع، أنا محتاج لناقص 3 لأنه هو في حسب موقعه في البولينوميال هو الحد نمرة 3 اكس تربيع، طوال أنا بخد اكس نمرة 4 اكس أس 4 اكس تكعيب اكس تربيع، لكن انا بيهمني المعاملات. ف then create a vector of the parameters. مثلا الايكويشن دي 10 x to the power 10 9 x to the power 9 انت ماشي لحد دي اكس زائد 0.5 دي 11 عنصر، تبدا من العنصر اللي الباور بتاعته 10 وتتناقص 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. انا برتبها كده من الباور الاعلى. لو داير اكتب الفانكشن دي في شكل بولينوميال فيكتور بكتب بس الحدود بتاعتها، بكتب المعاملات بتاعتها سوري 10 9 8 الى اخره. This can be transformed into a vector containing parameters of the polynomial after being arranged in descending power order as the following. يظهر لنا كده بي تساوي 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.5. حتى لو عندنا في البولينوميال ده في يعني x to the power معين ما موجودة معاملة يساوي صفر مثلا بنخد بدلها صفر، يعني لازم نكتبها كاملة. even if there is a missing power then the parameter of zero is written in the relevant place. تخدها محل يعني مثلا 7 to the power 7 دي لو كانت ما موجودة من 8 مشينا طوال إلى 6، نحن لما نجي نكتب البولينوميال في الترتيب بنعمل في محل زيرو. ليه؟ لانه اصلا المعامل عباره عن الخلات العدم x to the power 7 الخلات العدم معامله زيرو، عشان كده بنخد بدله زيرو. طيب عندنا examples نشوفها. مثلا b1 تساوي x4 to x3
3x square 4x زائد 5 دي بي 1 وبي 2 تساوي 6x square زائد 7x زائد 8. دايرين نحسب حاصل بي 3 اللي هي عبارة عن بي 1 في بي 2 حاصل الضرب. انا لو دار اضرب ديل بشيل x square اضربه في ده كله, اشيل 7x اضربه في ده كله, اشيل ال 8 اضربه في ده كله, بعد كده اجمع الحدود المتشابهة. يعني عملية ما سهلة يعني, ولو بيقد قسمه كمان الموضوع بيعدي اكتر. وبي 4 تساوي بي 3 شنو على بي 1 ده لنحسب الحسابات دي. الموضوع بسيط جدا. بي 5 هي عبارة عن value of polynomial at given point. value يعني قيمة البولينوميال عند احتساب يعني قيمة معينة للمتغير. يعني مش بقول لك اوجد قيمة اوجد قيمة المعادلة اذا كان x تساوي كده. يعني احنا لين قيمة المتعدد الحدود ده عند نقطة معينة للمتغير, عند نقطة معينة للمتغير. طيب بي 6 الروتس اوف بي 1 ام بي 4 يعني دي امثله هنعملها, وبعدين بي 7 هي الدريفيتيف اوف بي 1 ام بي 3 دي امثله هنعملها ونشوفها بسرعه. بالنسبه لبي 1 زي ما قلنا هي المجموعه دي, بعدك تيجي طوال عشان نحسب نحول دي لمعاملات 1 2 3 4 تبقى 1 2 3 4. لاحظ انه بياناتهم فيه كوما او سبيس طبعا الضروره. وبي 2 حولنا له معاملات 6 7 8. هنجي في الحساب نقول له بي 3 اللي هو قلنا حاصل الضرب عباره عن تساوي كونف بي 1 بي 2 حاصل الضرب. وطبعا انا بتوقع اعلى باور هنا اكس سكوير واعلى باور هنا اكس تو ذا باور 4, معناه حاصل الضرب حيكون اعلى باور بتاعنا حيكون اكس تو ذا باور 6 بالتاكيد. ناتج حيكون x to the power 6 19 x to the power 5 40 x to the power 4 61 x to the power 3 82 x to the power 2 67 x بس زائد 40 ده الناتج بتاع الضرب. فده انا كنا هنعمله برانا نضرب ده في ده وده في ده وده في ده, لكن الان كونف بتريحنا وتعمل القصه دي لوحدها. وهذه المساله انا اعتبر انه b تساوي 1 2 3 4 5, وبي 2 تساوي 6 7 8. بي 3 اللي نحن دارين نحسب بها يعني حاصل الضرب للمتسلسلتين الطوال ديل هم عبارة عن كونف. بي 3 عبارة عن كونف بي 1 وبي 2. لاحظ النتيجة عندنا لها هنا طوالي بي 3 تساوي 6 6 19 40 61 82 76 and 40. دي المعاملات بديني المعاملات. اصلا انا اديته معاملات ضربها فوق بعض بديني المعاملات. بعد ذاك انا عشان اجي اكتب المعادله بشيل ببدا من هنا ده اذا كان دي x to the power 0 معناها 1 2 3 4 5 6. اذا ببدا من هنا 6 x بحط الاكسات براي يعني مواقع بس 6 x اس 6 19 x اس 5 40 اكس 6 4 61 اكس 3 82 اكس 4 67 اكس ساكت زائد 40. انا بكتب باقي المعادله من عندي يعني ما محتاج انه الماتلاب يقول لي دي موقع لانه انا عارفها كمواقع. عشان كده رتبناها قبلك تنازلي, هي عباره عن مواقع. مثلا دي بي 1 الجبال هي نفسها 1 2 3 4 5, ودي بي 3 اللي هي الناتج بتاع الضرب اللي شفناه قبل شويه. دايرين نقسم الاثنين دول على بعض, هنقسم بي 3 على بي 1. بي 4 تساوي دي كونف بي 3 على بي 1. والانسر طبعا هتشيل اعلى واحد في المقسوم اللي هو اكس تو ذا باور 6 على اعلى واحد في المقسوم عليه اللي هي اكس تو ذا باور 4. طوالي بيجيك ناتج اعلى حاجه فيه اكس تربيع اس 6 على اس 4 اللي هي الفرق بيناتهم من اكس تربيع. وتلاحظوا الجواب ده هو عباره عن اللي احنا قبل ضربناه. اصلا احنا قبل ضربنا بي 1 في بي بي 1 في بي 2 دي بي 2 دي بي 2 القديمه ضربنا بي 1 في بي 2 بالضرب جبنا بي 3. الان بنقسم في بي 3 على بي 1 الناتج حيكون هو عباره عن شنو بي 2 السابق بالنسبه لنا عشان الموضوع يبقى واضح. يعني هي نفس الفكره بي 3 تساوي
ست تسعتاشر أربعين واحد وستين لحد آخره، وبي وان المعروفة وان تو ثري فور فايف، الناتج بدي كونف يدينا سكس سبن ايت زي ما شفنا قبل شوية. برضو إذا أخذنا بي وان اللي هي وبي ثري دي الاثنين موجودات من سابق ودايرين to calculate the values of V1، ده نعرف V1 عندما X تساوي 5 at a point 5، and ده نعرف V3 at points 0, 3, 6, 9, 12 using polyval function. هنا بنستخدم ده اللي اسمها polyval، بنستخدم function اسمها polyval وهي بتساعدنا على ان تجيب لنا قيمة البولينوميال at certain point او points زي ال B3 دي نحن نجيبه في certain points عندما x تساوي 0 او x تساوي 3 او x تساوي 6 9 12، وفي الحالة الاولى B1 ده نجيبه عندما x تساوي 5 فقط. فالمسألة بتكون كالآتي، نعتبر B1 هي 1 2 3 4 5، هنقول له احسب لي ببوليفال الدالة بي قيمة المتعدد الحدود بولينوميال بي 1 عندما المتغير فيه يساوي 5، النتيجة 975. قبل ما انا استرسل انت كده اسأل نفسك سؤال، 975 دي عبارة عن شو؟ الاجابة بكل بساطة انا دار احل المعادله في عندما x تساوي 5، معناه انا حاجي ما بنظر لديل، بنظر للمعادله اللي هي هذه x to the power 4 اللي هي 5 to the power 4 2 في 5 to the power 3 3 في 5 to the power 2 4 في 5 ساكت زائد 5 التوتال بتلقاه 975. الحاله الثانيه لما دارين نحسبها ل بي 3، بي 3 دارين نحسبها ل 5 نقاط، خمسة نقاط مختلفة، مرة لما x تساوي 0 3 6 9 12، وعشان كده قبلها عرفنا فيكتور اسمه x، x عبارة عن القيم من 0 ل 12، هي أصغر قيمة 0 وأقل قيمة 12، والفرق بيناتهم هو الانكريمنت بالنسبة لنا 3، عشان كده بقول لي x عبارة عن 0 نقطتين 3 نقطتين 12، يعني الحد الأول 3 والحد الأخير 12 هو التصاعد أو الانكريمنت عبارة عن 3، فحيحسب لنا x في قيمتها الأولى 0، بعد ما ينتهي منها يجي يحسب لنا x قيمتها الثانية 3، ينتهي منها و x دي عبارة عن فيكتور، يعني هو لازم يملى الفيكتور ده، يملى الفيكتور x، يجيب لنا قيمة لما x تساوي 0 البولينوميال بيساوي قيمته كم، ولما x تساوي 3 البولينوميال بيساوي كم، ولما x تساوي 6 كم، تساوي 9 كم، لما أخيرا يساوي 12 بيساوي كم. وهو بيعوض في المعادلة الطويلة دي اللي هي 6x to the power، هيمسك طبعا لما تاخد x 0 فيهم كلين دول هينعد، من لما x تساوي 0 القيمة بتاعت البولينوميال هتكون بتساوي فقط 40، ده الحد الأول ده. لما ناخد x تساوي 3 هيجيب ده x to the power 3 مضروبة في 6، x to the power 5 مضروبة في 19، x to the power 4 مضروبة في 40، x to the power 3 مضروبة في 61، x تربيع في 82، x في 67 زائد 40 بتجيه ال 14857، وهكذا بقية هذه النقاط. And you can check it، يعني you can check it easily. برضو عندنا زي ما قلنا الروتس، يعني يعتبر بي 2 دي الجيبيليك ودي بي 3 بتاعتنا الجيبيليك، كان احنا دايرين نجيب الروتس بتاعت بي 2. روتس يعني الجزء هي دي معادله من الدرجه الثانيه، طبعا بالتاكيد عندها قيمتين فقط، لكن دي معادله من الدرجه السادسه عندها 6 جذور، يعني وبنستخدم روتس. روتس داله بتستخدم لايجاد الجذور لبولينوميال او لبولينوميال سيستم. فلاحظ النتيجه لهم الاثنين، قلنا بالنسبه لبي 2 بي 2 هي 6 7 8 بتترصى، جيب لها الروتس، قال لك الروتس هو عبارة عن -0.5833 زائد 0.99953 اي اللي هو قيمة تخيلية، يعني دي جذور طبعا لأنه قد يكون ما نحن عندنا بي 2 دي نتكلم عن بي 2 فيها
اكس سكوير و7 و8 عشان كده ما يعني ما عندها الجذرين بتاعنا ما حقيقيات يعني ما حقيقيات الاثنين مش ما حقيقيات فيها جزء تخيلي يعني تخيليات يعني فيها جزء تخيلي جزء حقيقي زي جزء تخيلي ولو حاولت تعملها براك هتعاني لامرين عشان تصل للنتائج دي لكن احنا مالنا اهو روتس بتجيب لنا الجذور بتاعت اي متعددة حدود ولما جينا هنا ل B3 طويلة شوية فيها 6 جذور المفروض يكون فيها 6 جذور طالما 1 2 3 4 5 6 جذور مختلفة للقيم الجذر السادس او الجذور الستة للمعادلة من الدرجة السادسة فالروتس دي برضه ساعدتنا وحلت لنا المشكلة بتاعتنا ان نحصل على اي جذر بسهولة. الحاجة الأخيرة differentiation أو تفاضل للدوال المتعددة الحدود أصلا نحن بنفاضل دائما دوال فبي 7 هي عبارة عن x to the power 4 minus 4x squared x plus 5 and B3 هي B3 بتاعتنا نفسها كنا عارفينها من قبل دايرين to differentiate P1 and P3 using polydir poly differentiation function polydir فموضوع بيتم برضو بنفس البساطة هنعرف B7 اللي هي 1 لاحظ معاي 1 0 0 ده جاي من وين؟ انه ما عندنا power 3 ما عندنا هنا power 3 x to the 4 minus 4 x square ما عندنا power 3 فعملناه 0 عندك minus 4 2 و 5 دي المعاملات بتاعت B7 وطوالي قلنا له poly dir B7 جاب لنا 1 0 minus 4 2 5 لاحظ نحن بدينا ب عشان نفاضل بنفاضل دي بتبقى لا سوري نحن وصينا هنا انا بقصد هذا التفاضل 4 0 ناقص بدينا بخمسه حدود في الفيكتور بتاعنا فيه خمسه حدود لانه عندنا خمسه يعني معاملات لاكس وبعد ما جينا التفاضل الحد المطلق طبعا بينعدم في التفاضل ده تفاضل زيرو فبتفضل عندنا اربع حدود جديده، الاربع حدود الجديده هي 4x كيوب لانه في التفاضل x to the power 4 بتبقى 4x كيوب فمعامله بيبقى 4 ودي المعامل 3 اصلا صفر هيرجع صفر في محله والمعامل 2 اللي هو المعامل 2 ده هيبقى 8x ما دي كيوب ودي سكوير هتبقى صفر ودي 8x والحد الاخير اللي هو 2x هيبقى معامل 2 اساسا ما عنده اكس ده بيبقى الحد المطلق فده التفاضل بتاعنا نفس الشيء بنشوفه في بي 3 هنا 1 2 3 4 5 عندنا 5 معاملات 1 2 3 4 5 6 7 هذه 1 2 3 4 5 6 7 اتفضل لنا 6 حدود لان الحد الاخير ال 40 ده هيضيع هيطير هيفضل عندنا 6 حدود الحد الاول منها معامله 6 في 6 ب 36 x to the power 5 والثاني 5 في 9 ب 95 x to the power 4 4 في 40 ب 160 x كيوب 3 في 61 ب 183 x سكوير 2 في 82 ب 164 اكس بس 67 بتطير منها الاكس تفضل حد مطلق 67 فكده بكون يعني استخدمنا يعني عملنا تفاضل بكل سهوله للدوال المتعدده دي من غير ما وطبعا بعدين انا لما اجي اكتب الدوال برجعها ثاني انا هنا اخلي ده اعتبره اكس تو ذا باور 0 1 2 3 4 5 ابدا من هنا طوال اقول 36 اكس تو ذا باور 5 95 اكس تو باور 4 160 اكس تو باور 3 83 سكوير 164 اكس زائد 67 زائد 67 فالموضوع بيتم بكل سهوله. طيب في حاجات يعني تمشي براكم تشوفوها هتلقوها في البرزنتيشن يعني تكتب الحاجات دي من البرزنتيشن في الكتاب الرئيسي مش عامل تدربوا بالماتريسز اوبريشن الموجوده هناك في ماتريكس اوبريشن كتير جدا ممكن تتدربوا بها
وبتساعدكم في example 316 up to 3611 ده 11 example, و example 3620 up to في بيت 95 ده كلها زي 12-13 example مع بعض, مكتوبات في الكتاب يعني ومشروحات وممكن تطبيقين طوالي في الماتلاب ساعدنك جدا. ده ختام الجزء ده, نكتفي بهذا القدر, وزي ما قلت يعني هنقيف على ما هنقيف على الجزء اللي خدناه ده, بس هنعمل تسجيل اضافي نشوف فيه بعض الامثله للحاجات اللي احنا اخذناها في الجبره دي, بس تتاكد انها فعلا هي الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها valid وانها كلها يعني correct وصحيحه وكده عشان نبني عليها. اكتفي بهذا القدر, وان شاء الله الى الجزء الخاص بالتطبيق او العملي, وبعده ان شاء الله نواصل للجزء السادس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, بالتوفيق.